الصناعيه ديال التليوين اللي بقاو ولا اللي كانوا هما جدوا الحرفه ديالهم من اليهود. المنتوج الزعفران هو منتوج تاريخي ديال الاجداد، يعني يعود الى 5 قرون في هذه المنطقه. في ميدان الزعفران اعتقد من تقريبا واحد 50 ولا 7 سنين هذه تقريبا، يعني ولا الاهتمام بالزعفران. الى فرضنا في هذا الشيء راه فرضنا في رسومنا، شي خصنا نربي البال على هذا الشيء هذا. التليوين هي اصلا نقولوا منطقه معروفه في التاريخ بانها كانوا ساكن فيها اليهود، وبالضبط بواحد البلاصه سميتها زاكموزن، بلاصه معروفه باليهود وكانوا صناعيه وحرفيه، وتقريبا اخر يهودي مشى في التليوين حسب داك الشيء اللي قالوا لنا الناس 1962. إعادة إحياء المنطق ديال التعايش أعتقد بأن هذه هي الخدمة ديال الإعلام وديال المجتمع المدني، يعني من خلال البرامج في التلفازية ولا في الراديو خصنا نحاولوا نهضروا على التاريخ بأن المنطقة كان عايش اليهودي مع النصراني مع المسلم وما كاين حتى شي مشكلة. هذا هو الأساس أعتقد، المشكل ديال أن الإعلام هو اللي غيخدم هذا المشكل والجمعيات. حضور اليهودي بالمنطقة ديال تاليوين يعني من خلال يعني بعض المآثر التاريخية، يعني هنا في تاليوين ممكن نلقاو مقبرات يهودية خصوصا في الدوار ديال الدوزرو والدوار ديال إيغينوغو، وكاين وفي إيغينوغو كانت مدرسة وكاين واحد سيناغوغ المعبد ديالهم اللي باقي كاين لحد الآن باقي محتفظين به، والمقبرة ديالهم حتى هما باقي محتفظين بها، داروا لها السور وعندها حارس ديالها. الصناعيه ديال التليوين اللي بقاو ولا اللي كانوا هما جدوا الحرفه ديالهم من اليهود، يعني هنا في المنطقه ديال زاكموز معروفه بالفخار، والفخار بداو اليهود، كاين الناس اللي كيديروا اللي كيخدموا الجلد، وباقي كاين دابا الناس اللي مسلمين المغاربه باقي محتفظين هذه الحرفه واني اصلها يهودي، وكاين الناس هنا ديما في المنطقه ديال التليوين الحداده، وهذه حرفه مرتبطه باليهود، والناس اللي مشاو اليهود الناس ديال المنطقه شدوا الحرفه وباقي خدامين لها وباقي كيترزقوا منها. في ميدان الزعفران اعتقد من تقريبا واحد 50 ولا 7 سنين هذه تقريبا، يعني ولا الاهتمام بالزعفران. منتوج الزعفران هو منتوج تاريخي ديال الأجداد، يعني يعود إلى 5 قرون في هذه المنطقة، يكتسي أهمية اقتصادية اجتماعية وثقافية في منطقة التليوين، يعني أكثر من 3500 عائلة كتعيش حول هذا المنتوج.
يعني كان الزعفران تقريبا كان نقولوا واحد زراعه معيشيه، يعني كان الفلاح كيكتفي بديك 200 غرام ديالو ولا نص كيلو باش يعيش بها. دابا يعني هذه 6 سنين ولا 7 سنين تقريبا، وممكن نقولوا بان ولاو داك ليسبري ديال لو كابيتاليزم دخل الميدان ديال الزعفران، وبدا الفلاح ماشي غير باش يعيش انما باش نيت باش يعيش منه ويشيط ويستثمر. البداية ديال التنمية ديال هذا المنتوج ديال سلسلة الزعفران بدات في البداية ديال الألفية من طرف واحد العدد ديال المتدخلين، منها وزارة الفلاحة وجمعيات غير حكومية إلى يعني عدد من المتدخلين أجانب. بالنسبة للناس المنتجين وبالنسبة للناس اللي عايشين في الضواء، أعتقد بأن أثرت إيجابا وحسنت من مستوى ديال المعيشة ديال الناس، وخصوصا يعني دابا كاين مع مخطط دابا الناس كيطوروا الفلاحة، يعني كاينين طرق كاينين ضيوع كانوا مداشير ما كانش لهم طريق، يعني بفضل الزعفران فعلا مشاو مشاريع ديال الزعفران ولا الطريق كاين على الأقل ولا الطريق. الانتقاد اللي كيقول بان الفلاحه ما بقاش يعني طلع الثمن في دار الزعفران ما بقاش كدي نشري، هو العكس يعني خاطئه، لان الاستراتيجيه اللي جات بها وزاره الفلاحه باش دارها دار الزعفران هي باش تجمع كاع الفلاحه ديال الزعفران في دار الزعفران باش يتمنوا داك المنتوج ديالهم باش يطلعوا ليه الثمن باش هما يستافدوا من ديك القيمه المضافه. اذا فاش دار دار الزعفران اشنو وقع؟ بان العديد من الوسطاء اللي كانوا كيستغلوا داك الفلاح الصغير ولا عندهم مال ولا عندهم مشكل، لان الفلاح هنا تتمن المنتوج واحد العدد ديال الناس اللي كيقلبوا على الزعفران ولا كيجيو ديريكت لدار الزعفران اللي هي فيها واحد العدد ديال الحوايج اللي كتتمن هذا المنتوج، خصوصا مثلا كاين واحد اللابوراتوار اللي كيعطي واحد القيمه لهذا المنتوج. تاليوين معروفة كذلك بإيغودار ولا قادير ولا سميتو ليغوني، وما تقريبا ممكن نعتبرهم بأنهم هما مؤسسة لأنهم بمثابة بنوك بدائية. ولفنا كل شيء اللي جا للجيل راه ولف كادير هو الخزين ديالو، ماشي ممنوع عليه زعما يحط شي حاجه في الدار، وديك الساعه راه الراجل هو اللي كيتكلف بالمسؤوليه، المراه كيمشي معاه باش خوض الماء الى خصو شي حاجه فكادير بحال السمن بحال كل شيء، داك الشيء اللي تيحطو دابا في الدار في الفريغو كل شيء تيحطو فكادير. الأصل ديالو هي أمازيغ ماشي اليهود، دابا بنوها مالين البلاد ماشي أسميتو، والتطرب تيديرو هما ديك الساعة تيويزي تيتعاونو بيناتهم، أكادير تبنى بتيويزي ماشي تبنى حيت ما كايناش الحجر في أكادير، ما كايناش الطراب تما، الطراب خصو ينزل من الدوار وبالبغال مساكن باش كيهبطو داك الشيء.
الايام ديال اكادير فيها 18 فامي 18 كانوا اللي في الدوار، دابا راه فيها 86 تبارك الله. والمحل ديك الساعه الا باغي تشريها هنا بحال الا باغي تشريها في المدينه، كيتباعوا ماشي بالفلوس، كيتباعوا بالشعير وسميتو، ما كايناش الفلوس، راه داك الشيء غير باش علاش كيبيعوا الناس حاجه ديالهم حيت بغاو المثل باش ياكلوا ولادهم وسميتو كيبيعوا. عنده مثل باش حطوه هنا تيحطوا مثلا بحال النقرة، الزعفران، التيزرباي، كلشي جميع المواد. والشعير كيبقى فيها 25 سنة وما كيتواكلش ما والو، ديها وتحبها. ما دايزة السايبة ديجا في الايام ديال اكادير في الاول راه دايزه السايبه، ما دابا لا، دابا كاين كانوا العساس وكيكون المحل ديالو راه حدا الباب، وفيها حتى هو والدراري ديالو، عنده سته الدراري ديك الساعه حتى 89 راه كاين العساس، 89 راه باقي العساس. ومن 89 الان كان واحد هو الامين ديال اكادير، من بعد ولات الجمعيه هي اللي مكلفه به. كنبغيو نمشي لكادير حين وقت الدرس تيدرسو تيحيدو داك سميتو عرز حيد نطو مزيان تيديوها لكادير، الدراري بالفرح ديالهم كيبغيو يمشيو لكادير، شي كيمشي مع البغلا شي كيما سميتو باش يحضرو لديك الزراعه تيدخلها لديك البركه تيدخلها. إلا فرضنا في هذا الشيء راه فرضنا في رسومنا، ماشي خصنا نردو البال على هذا الشيء هذا. دابا إلا مشى لك أكادير الأجيال القادمة غادي يجيو ما غاديش يلقاو هذا التواريخ، حيت هو اللي كيجيب لنا الزوار لا مغاربة لا كل شيء، حتى المغاربة ديالنا راه فيهم اللي كيبغيو يجيو يشوفوا هذا المخازن. الناس ديال هنا هو الدوار تيزكي عايشين معهم اليهودين مع المسلمين، مهم بحال بحال الا كانوا العرس والا كان مناسبه كلشي كيتحضروا مع بيناتهم، تيجلسوا تيهضروا تيتعاونوا حتى في الخدمه، المهم هما راه بحال بحال ما عندهم زعما شي صراع بيناتهم. أعتقد بأن المسؤولين على الشأن الثقافي والتاريخي في المنطقة، أعتقد أن المنطقة تم إهمالها، والدليل على ذلك يعني غير مضر هذه القصبة ديال القلاوي اللي تقريبا 90% ديالها طايح، بالإضافة إلى هادو أكادير حتى هما تقريبا ربما جوج ولا ثلاثة اللي باقي شادين في رؤوسهم وباقي خدامين من أصل ربما 40 ولا 50، بالإضافة إلى المقبرة اليهودية اللي تقريبا يعني الخراب، كاينين الناس اللي كيدخلوا كيخربوا، ولا سيناغوغ حتى هي ديال اليوتا هي للاسف كتعرض للتخريب من طرف اللصوص.